ارتفاع نسب السكر في المنتوجات الغذائية أصبح مهدداً لصحة المستهلك، لذا ظهرت الحاجة لضبط نسب السكر في الأغذية المصنعة. لازم نعرفوا أنه في غياب ما يسمى بالوسم الغذائي، كل مصنع يمكن أن يضع نسبة السكر التي يشاؤها والتي ليس ملزماً بالتصريح بها، لازم نعرفوها. الآن هنالك مشروع قرار وزاري مشترك حول تحديد أو حول إلزامية وضع نسب السكر والملح والدهون في كل المنتوجات الغذائية. حسب الإحصائيات فالجزائر مصنفة عالميا ضمن 10 دول الأكثر استهلاكا لمادة السكر، والجزائري معدل استهلاكه يقارب 24 كيلوغراما سنويا، أرقام تدق ناقوس الخطر. Les boissons sucrées qu'on voit actuellement vendues dans les supérettes, dehors dans les trottoirs, sont des boissons très très sucrées. Par exemple, un verre de jus égale 14 morceaux de sucre. Hadou le 14 morceaux de sucre, quand on les traîne, si le corps n'a pas besoin de sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y aura pas un bon métabolisme, le pancréas yinchef. ليبقى التنظيم القانوني المنتظر المتعلق بتحديد نسب السكر في الأغذية المصنعة قد يحد من الأخطار المهددة لصحة المستهلك.